مجموعة صور قديمة تحكي الأردن. السلام عليكم. هاي الصورة للمترشح كامل العريقات انتخابات الضفتين سنة 1956. هذا كامل وهذا والده، والمحيطين في جمع من أقاربه وأهله خلال يوم الانتخابات. هذه خامس انتخابات تجري في عهد المملكة. كامل العريقات أصبح رئيس مجلس النواب لعدة دورات، وثم عضو في مجلس الأعيان وغيرها. والله يعطيك العافية.